السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي بضغطة زر تحول حاجة عندك صورة تبدأ تخليها زي مجسمة بالشكل دوت؟ تمام. طيب الفكرة كلها ان انا ارفع صورة من ايمجيز، اقول له انا عايز ارفع الصورة، اقول لكم مثلا الصورة دي خلاص هو رفعها ويبدأ يحطها على الحاجة فلات كده. ممكن تاخدها بعد كده تطبعها، او ممكن تحطها على شكل اسطوانة مثلا، صورة سلندر بالشكل دوت. او ممكن تخليها على هيك كورة، بالشكل دوت، او دوم، نص كورة يعني. ممكن تعملها على شكل قلب كده، في أشكال كتيرة موجودة، أي شكل فيهم أنت عايزه يبدأ إن هو يحطهولك. وبعد كده تقدر إن أنت بطبع ثلاثية الأبعاد تطبعها، هتقول له داونلود، هو إدالك ملف STL ده بيشتغل على برنس مش ميكسر، وفي برامج كتيرة جدا بتقبل البتات دوت، تقدر تطبعه على طبعة ثلاثية الأبعاد.